P142 اترك لوزر فانكشن. علشان نعمل الاترك لوزر فانكشن لازم الاول نفعلها من هنا، نضغط على حرف الاي لغايه ما يجي لي اترك لوزر، لازم يكون انيبل. وبعدين لو انا هعمل انترنال فانكشن انيشيشن يبقى لازم يكون معاها مثلا ايرث فولت او اوفر كرنت. بعد ما تفعلها في الكونفيجريشن بتظهر لها ايقونه تحت او قائمه تحت، تنزل الاترك لوزر، خلي الكوماند مود والنمبر اوف شوت اللي انت عايزه، بيبقى في فاينل سيتنج بيبقى واحده بس، تحط هنا القيم اللي انت محتاج تعملها وتختبرها في الديد تايم 1 2 3 زي براحتك. الهيلسي تايم ده البريكر الريلي بيشيك على البريكر، بيشوف السبرينج تشارجد وبيشوف الحاجات دي. او الانهبت تايم ده هو بعد مانوال كلوز بيشوف سيستم ريدي ولا لا، لان ممكن بعد المانوال كلوز يحصل تريب، فساعتها مش عايزين يحصل كلوز. وده الريلي ده عامل ريكليم تايم لكل شوت لوحدها، وده شيء يعني غريب شويه، اللي هو المفروض الريكليم تايم بيبقى للكل، بس هنا عامل ريكليم تايم لكل واحده. احنا عارفين الريكليم تايم بيبتدي مع اول كلوز بابس. اوكي مفيش مشكله. بعد كده السيتنج زي ما احنا شايفينه كده زي الديفولت بتاعه ما اتغيرش، بس نتاكد هنا على نقطه كانت عامله معانا مشكله في ان شوت واحده بس اللي شغاله، النو سيستم تشيك اللي هو بتاع سينكرو تشيك ده، خليه انيبل عشان يشغل معاك الاربعه شوت. تمام، نعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده انا ممكن نعمل سيميوليشن نعمل سيميوليشن للسيركت بريكر. نعمل سيميوليشن للسيركت بريكر عن طريق باي ستيبل ريلي في اتنين كويل سيت وريسيت. هناخد كويل منهم نسميه كلوز اي واحد فيهم، والتاني يبقى تريب كويل. والجزيرة الكونتاكت بتاعته عبارة عن اللي هو الكونتاكات بتاعته نورمالي كلوز والنورمالي اوبن، اللي هيدوا الريلي فيدباك بين السيركت بريكر متوصل او مفصول. فانا بستخدم عندي باينري انبوت. بعد كده ده السيتنج بتاعي لما اشوف البي اس ال. لما اشوف البي اس ال، البي اس ال بيبقى له الجانب على الشمال، اول جزء على الشمال بيبقى عباره عن الباينري انبوت. تاخد العدسه دي وتكبر الجزء اللي انت عايز تكبره. الباينري انبوت انا واخد باينري انبوت الاولاني، عامل شرطه على الباينري انبوت بحيث يجي له بوستب على طول، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سيركت بريكر سيرفيس وهيلسي واوتو مود. معرفش لو شلت واحد منهم هيشتغل اوتو كلوزر، في الغالب هيشتغل، ممكن يكون عايز هيلسي بس. المهم انا عايز برضو من الانبوت نمبر 2 ال 52A، معناها ان السيركت بريكر لو جاله انبوت اسمه 52A اللي هو الانبوت نمبر رقم 2 ان السيركت بريكر كلوز، ولو لو جالي انبوت على الباينري انبوت رقم 1 انا عايزه 52B. الاي وبي دول 52 اصلا ده الرقم بتاع البريكر، زي 21 للديستنس وزي ال 51 للاوترو لل اوفر كرنت وال 79 للاوترو كلوزر وهكذا. ف 52 ده رقم السيركت بريكر. 52 ايه؟ معناها نورمالي اوبن من السيركت بريكر. 52 بي معناها نورمالي كلوز من السيركت بريكر. الحاجات ديت بستخدم الاثنين انبوت دول، بس براعي برضو ان في السيتنج يكون عندي في السيركت بريكر هنا كنترول ان انا بستخدم واحده من دول، يعني ممكن 52A enough تنفع او 52AB عشان يشتغل معاك الاوترو كلوزر. طيب البي اس ال برضو نرجع تاني للبي اس ال، ده الباينري انبوت. يبقى انا ايه بعد ما افعل في السيتنج اللي هو ال 52A ان الكنترول بي او يشوف بي، بفعل الباينري انبوت زي ما احنا اتفقنا ان باينري انبوت 1 و2 و3. 3 انا مجرد بعمل جامبر على البوست عليه على طول على الريلي ان هو شايف دايما باينري انبوت 3 ان هو هيلسي عشان ما يوقفش الاختبارات معايا. والباينري انبوت 2 يجي له لما يبقى كلوز، و1 لما يجي له اوبن. بعد كده الاوتبوت باخد اوتبوت رقم 1 ان هو يعمل تريب من الاوفر كارنت او الارث فولت، والاوتبوت رقم 3 واخده كلوز، يبقى واحد هيعمل تريب وواحد هيعمل كلوز. الكلوز هيحصل بعد الديد تايم الاولاني. طيب واخد للدات، الليدات دي هي اللي بتخليني اكون قادر على ان اشوف ايه اللي بيحصل جوه الريلي.
يعني انا بشغل الليدات عشان اعرف ان الفانكشن دي حصلت. مثلا الليد رقم واحد انا مشغله على اي تريب بيحصل، انا عايز تريب ايرث فولت، يبقى الليد رقم واحد هيشتغل مع الايرث فولت، الليد رقم اتنين بيشتغل مع الاوتو كلوز كوماند، الليد رقم تلاته ان بروجريس، الليد رقم اربعه اي لوك اوت، الليد رقم خمسه ديد ان بروجريس. طبعا في ليدات ممكن ما يكونش لها لازمه بس يعني ما فيش مشكله. ليد سته اوتو كلوزر ان سيرفيس، ومعرفش دي ايه اللي عملت اوتر كلوزر للسيرفيس، كنت عامل الاوتر كلوزر انيبل برضه ريلي قاعد ما اشتغلش لغايه تاني يوم، ومجرد ان انا قرات من الريلي يشتغل، فمش عارف دي حاجه غريبه. المهم ان ما غيرش جديد عشان اعرف ايه اللي كانت المشكله فيه. بعد كده 7 و8 كلوز والاوبن، سي بي اوبن وسي بي كلوز، طبعا دول انترنال جنريشن، يعني الفانكشن الريلي نفسه لو شاف السيركت بريكر اوبن ده بي اوتوماتيك بيدي للليد، طبعا عن طريق الباينري انبوت. الباينري انبوت في البدايه كان جاي له ان هو اوبن وكلوز عن طريق انبوت 2 وانبوت 1. فدي الليدات اللي عندي تقدر تفعلها من هنا، من البوينت دي كده تقدر تختار انت عايز ايه يشغل الليد انديكيشن. تمام، يبقى باختصار ال بي اس ال عبارة عن مجموعة انبوت ومجموعة الارمات او تريبات ومجموعة اوتبوت ومجموعة ليد انديكيشن. بعد كده بتبعت الكلام ده لو انت عايز تسيف، ونبتدي الاختبار. لازم اكون مفعل عندي الفانكشن بتاع الارث فولت انترنال انيشيشن، زي ما بيقول لي سيتنج الاوتر كلوزر كده، ان في تحت هنا انيشيشن اي جريتر ذان واحد اللي هو الاليمنت او العنصر الاولاني بتاع الاوفر كرنت، يعمل انيشيشن للاوتر كلوزر ده الاوفر كارنت. والارث فولت برضو اي ان واحد جريتر واحد اللي هو الكومبوننت الاولاني او اليونت الاولانيه في الاوتر في الاوفر كارنت او اكسترنال انيشيشن. احنا شغالين في الانترنال انيشيشن دلوقتي، يبقى لازم اعمل ارث فولت. طيب اقدر اعمل الكلام دوت ككونكشن ازاي؟ هنشوف تاني كده الكونكشن. ده شكل البايستيبل ري، ده كلوز كويل، هنعمل اكن السيت او الريسيت مش فارقه، كلوز كويل والتريب كويل، واحد كلوز واحد تريب. الاوتبوت الاولاني اللي انا عملت له كونفجريشن اللي هو ترو كلوزر كلوز كوماند، في بوزيتيف هنا، اول ما يوصل بوزيتيف على الكلوز كويل هيوصل البريكر، واول ما يوصل البوزيتيف هنا على اي 6 هيفصل البريكر، ودي كونتاكات سيميوليشن اكن البريكر عمل توصيل او فصل، والكويل من تحت واخد نيجاتيف موصلين له نيجاتيف من اي طريقه من اي مكان من نفس السورس بتاع البوستيف اللي فوق ده. شكل السيركت بريكر تمام، وخدت من نفس الوايرين دول، من نفس الوايرين دول وايرين تاني للفريجر، يعني واير من اي 2 وديته على يعمل تريب للفريجر، واير تاني يعمل كلوز او سيميوليشن للكلوز عشان يديني تايم على الفريجر. انا هشغل الفريجر اوتوماتيك، فيبقى نقطه اي 2 دي موصل فيها واير لون اصفر اللي هو ده الفريجه، والواير الازرق ده اللي هو واير من الكلوز اللي هو ده اي 6 ده التريب، واي 2 ده الكلوز. هنا لما تشغل ده نيجاتيف لو وصلت على اي نقطه هنا ده كومن اصلا، وده بس مجرد انك تجيب بوزيتيف واوريدي في هنا نيجاتيف، انا جايبه نيجاتيف دايركت وهنا بوزيتيف، يبقى يشتغل على طول. بس تعمل الكونتاكت يشتغل بالفولتج زي ما هنشوف على الفريجة اوتوماتيك. لما اجي اشغل الفريجة اوتوماتيك دلوقتي بشغله بثلاثة ستيت، باخد نمبر اوف ستيت من هنا بشغل ثلاثة بس. اول واحدة مجرد انك لازم تفعلها علشان هو بيعمل تريب في ثانية واحدة بس، او ما اعرفش هل الفريجة اوتوماتيك عندي فيه مشكلة ولا. المهم اديت اضطريت اضطرار ان ملهاش لازمه الستيت واحد دي، ملهاش لازمه ان انا اشغل الستيت واحد ولو ب 10 مللي سكند. طيب وفيها انا عامل هيلسي عشان طبعا ما تشتغلش فيها مشكله، عامل فيها هيلسي يعني فولتج عادي 63.5 و.2. طبعا لو لازم اعمل فولتج شين ستاندر عشان يبقوا كله زي بعضه. وبعد كده الستيت 2 عملت بس 0.8، واخد بالي قوي ان هما كله زيرو عشان اشغل الارث فولت زي ما انا مشغله عندي في السيتنج هنا. انا مشغل الارث فولت تايم و 64 امبير برايمري و 0 سكند عشان يفصل بسرعه. وبعدين يبقى ستيت 2 هعملها تريب،
طبعا بعد ما عمل تريب المفروض يقعد ديد تايم وبعدين يعمل اوترو كروس. طيب انا عملت هنا التايم بتاع المرحله الاولى 10 مللي سكند، المرحله الثانيه مجرد بلس تريب لان لو زودتها عن كده هيعمل بلوك الاوترو كلوزر 25 مللي سكند، والمرحله الثالثه عملتها باقصى تايم عندي، اقصى تايم عندي عندي 2 عندي هنا الاوترو كلوزر 2 لغايه 5 2 3 4 5 اللي هم الاربع شوط تمام. وهنا ستيت 3 كله زيرو لان انا ده ديد تايم، ده الديد تايم اللي هو الفيدر فصل ومفيش فولت ولا حاجه، هيقعد ديد تايم واحد ويوصل تاني، واثناء الريكليم تايم هيعمل ديد تايم 2 و3 و4. لو ريكليم تايم عدى هيبتدي ديد تايم واحد من الاول. الاوترو كلوزر عباره عن مجموعه تايمات بتختبرها وخلاص. اول حاجه الديد تايم، والديد تايم دوت يعني ايه؟ يعني اول ما يحصل تريب للبريكر هيقعد وقت قد ايه عشان يعيد توصيل تاني، ده الديد تايم. وفي منه اربعه شوط ماكسيمم في الريلي ده بالذات، ممكن بعض الريليات خمسه او اكتر. بس المعظم اربعه شوط. الديد تايم 1 و2 و3 و4 اللي احنا هنختبرهم دلوقتي. بعد كده في حاجه اسمها ريكليم تايم اللي هم خلالهم يحصل ديد تايم 1 و2 و3 و4. لو خلص الريكليم تايم قبل ما يحصل تريب تاني وحصل تريب بعدها مثلا بربع ساعه ولا نص ساعه ولا ثلاث دقائق، لو هو الريكليم تايم انا عندي هنا 30 في السيتنج، لو حصل بعد ال 30 دول تريب تاني هيعمل هياخد ديد تايم 1 ويرجع تاني، مش هياخد ديد تايم 2، لا هيبتدي من الاول. يبقى الريكليم تايم ده فايدته ان انا اعمل النمبر اوف شوت جوه الريكليم تايم، يقدر ينفذهم كلهم لو جوه الريكليم تايم، لكن لو خلص الريكليم تايم هيبدا من الاول. طيب ده كده الريكليم تايم. بعد كده الانهيبت تايم تقدر تختبره انك تخلي كل عايز اودر كلوزر ريدي تظهر بعد ما مثلا يحصل الانهيبت تايم يعدي. الانهيبت تايم ده مثلا عملت مانوال كلوز، الاودر كلوزر يبقى ريدي امتى؟ بعد السيتنج بتاع الانهيبت اوف تايم. وبعد كده اخر تايم اللي هو كلوز بالس تايم، طبعا هو ما فيهوش اختبارات كتير، فيعني كلوز بالس تايم بتقدر تختبرها نشوف الكلوز بالس نفسها قد ايه، وهو السيتنج بتاعها 5 ثواني هنا المانوال كلوز، لا ده 500 مللي سكند اللي هو كلوز بالس تايم. خلاص يبقى هيديني نص ثانيه لما نيجي نختبر. طيب انا دلوقتي افترض ان انا ما عنديش تايمر وما عنديش غير فريجه واقدر اشتغل اوتو، هعمل ثلاثه ستيت زي ما حكينا كده ونبتدي بقى نختبر ونشوف ايه اللي هيحصل. ستارت اعمل ستارت، امسك البريكر فصل، خد ثانيتين ووصل تاني واداني هنا ثانيتين. طبعا الريلي نفسه مبين اوترو كلوزر ان بروجريس اللي هو الريد رقم 3 ده، ان بروجريس يعني 30 ثانيه لسه ما خلصوش. السيتنج بتاع الشوت نمبر 2 3 ثانيه، فانا هقدر اعمل الشوت الثانيه دلوقتي خلال الان بروجريس. ادى فعلا 3 ثواني والبريكر وصل وفصل وان بروجريس، لانه بيبتدي ال 30 ثانيه اللي بتاع الشوت نمبر 2 ده، وهنبتدي نعمل 3 الشوت نمبر 3 فعلا اعاد توصيل بعد 4 ثواني زي الشوت رقم 3. فاضل واحده بس اللي هي طالما ان بروجريس هقدر اعمل الشوت الرابعه، هعمل ستارت كده البريكر فصل ووصل اهوت واداني فعلا نمبر الشوط رقم 5 وهو ان بروجريس. فهاجي اعمل الخمسه، هعمل ستارت، طبعا مستحيل يديني حاجه ثانيه، هيعمل بلوك زي ما احنا شايفين عمل اوتر كلوزر بلوك اهوت، فصل بس ما وصلش تاني. تيجي على السيركت بريكر كده تلاقيه فصل بس تمام. وهنا انا حاطط الجهود والتيارات عشان لو حبيت اختبر اي اختبار انا كده حاقن جهود وتيارات. لو انت عندك تايمر خارجي تقدر توصل الاطراف دي على تايمر خارجي، ستارت تريب والستوب من الاوتو كلوز، وتعمل عن طريق المانوال من هنا. انا خرجت من الاوتو مود يعني، بس تضغط هنا ستارت عامل بوينت 8 فعلا اهيت، هنا زيرو هنا زيرو هيعمل ممكن نعمل ريسيت هنا السيركت بريكر كده، سيركت بريكر عامل ريسيت، انا هحقن بوينت 8 سيركت بريكر هيشتغل ويعمل اوترو كلوزر. طبعا هنا هو هنا كلوز الليد الاخير ده كلوز زي ما كنا موريين في الليد في البي اس ال كده، عمل تريب وعمل كلوز فعلا
من غير اوتو ولا حاجه، بس الاوتو فايدته ان هو اداني تايمر لما يكونش عندي تايم يعني. وطبعا دول مش هيتوصلوا على الفريجه في الوقت ده، هيتوصلوا على التايمر، والتايمر هيعمل ستارت وستوب على الديد تايم 1 و2 و3 و4. بس ده كده بالنسبه للتايم بتاع الديد تايم 1 و2 و3 و4. Now we need to check reclaim time. Okay. Reclaim time. علشان نختبر الريكليم تايم هنفعل كونتاكت اسمه ريكليم ان بروجريس على اوتبوت رقم 2، هيبقى اوتبوت 1 تريب، اوتبوت 2 ان بروجريس، اوتبوت 3 اوتو كلوز. ريكليم ان بروجريس هو ده، طول ما الريكليم شغال والكونتاكت ده قافل تقدر تاخد على سيبر التايمر الكونتاكت ده وتعمل منه ديول، يعني اول ما يفتح اول ما يتوصل يعمل ستارت، واول ما يقفل يعمل ستوب. دي سهل على تايمر خارجي، او انك انت عن طريق الاوتو زي ما احنا عاملين كده تعمل 4 ستيج، تكمل بقى الستيج الاولى كانت عشان بس يبتدي بس تعمل فيها هيلسي او تسيب 10 ملي سكند كده وخلاص. الستيج الثانيه تريب وتفعل الكونتاكت بقى بتاع التريب، بتعمله ريد كلر، وتقدر بالكونفيجريشن هنا تكتب الكلام دوت، هنا تعمل تريب كونتاكت، هنا كلوز، تمام، كلوز كوماند، وهنا اوتر كلوزر ان بروجريس، تمام. يبقى هضيف كونتاكت زياده هنا، رقم ستيت رقم 2 فيها بوينت 8 بس على الفازة ار عشان نعمل ايرث فول، وفيها تريب كونتاكت هو المفعل كده، يعني انه لما يبقى كلوز تقفل. وستيت 3 ستيت 3 هخلي فيها كلوز كوماند اللي هي الديد تايم بزمن الديد تايم 1، وستيت 4 0 برضه 0 0 فولتج كارنت، وهخلي الاوتو كلوزر ان بروجريس نورمالي اوبن، يعني لما يفتح يوقف الحل. ونبتدي نختبر الاربع ستيت دول اللي هو هيتحقق ازاي، انه يحصل تريب وبعدين يحصل كلوز وبعد كده هو يعمل ستوب جول في الستيت نمبر 4 في الزمن الديد تايم الان بروجريس الاولاني الريكليم تايم الاولاني اللي هو انا عامله ب 10 ثواني. نختبر ونشوف الان بروجريس او الريكليم ان بروجريس بيبتدي مع الكلوز كوماند، لو لمحت هتلاقي الريد جت مع الكلوز كوماند، اول ما يعمل كلوز بيعمل ان بروجريس، بعد 10 ثواني هيروح ده قافل على كده، كده الريكليم تايم اختبر ويبقى كده خلاص. ده اختبار الريكليم تايم. في جزئيه اخيره طبعا مهمه جدا، ان انا لما باجي الريلي ده معرفش هم عاملينه عن تعمد عن عمد، يعني ريليات المايكوم تلاقي ان الاوبتو كونفيجريشن الباينري انبوت بيحطوه على الجهد منخفض، يعني في ريلي تلاقي الديفولت بتاعه 24/27. انا ما اعرفش هل اقدر اعمل ديفولت للريلي ولا لا، بس عموما تاخد بالك من الجزئيه دي جدا، انك انت اول ما تشتغل على الريلي تغير الدي سي للدي سي اللي عندك في الخليه عشان ما يدمرش الريلي او الريلي يحصل له حاجه. لازم تخلي الدي سي 110 125 فولت دي سي زي الخليه اللي عندك، او اذا كانت 48 عشان يقدر يقوم ويشتغل. تبعت السيتنج ده بالكامل علشان يغير معاك، لان ده الديفولت بتاعه كده. ولو الريلي ما اشتغلش معاك اعمل سيتنج، ده موضوع تاني بقى غير الانبوت. الانبوت ده لازم تعمله جهد الخليه. لو الريلي ما اشتغلش معاك اعمل كليك يمين نيو فايل، وكليك يمين على البي اس ال نيو فايل، وابعت الفايلين دول عن طريق تضغط هنا كليك يمين وتبعت الريلي، وبعدين تغير بقى في السيتنج الجديد ده، وتمسح كل السيتنج اللي عندك القديمه، او تنسخ مثلا نسخه على الديسك توب عشان تحتفظ بيها يعني كديفولت يعني، وتقدر تغير في النيو سيتنج الجديد، لان هو بيبقى احيانا في سيتنج صغير يتغير، وتقدر تيجي تدور على السيتنج. مثلا السيتنج عندك كبير كبير جدا، فانهي بوينت اللي فيها مشكله ما انتش عارف، فالديفولت بيرجع لك الموضوع مظبوط، بعد كده تغير واحده واحده وخلاص.